أهلا بكم. كما قال مارك توين ذات مرة، في بعض الأحيان تكون الحقيقة أغرب من الخيال، ولكننا مضطرين للإبقاء على بعض المنطق في الحقيقة. كما أننا نختلف مع مارك توين في تلك النقطة إلى حد ما، فغالبا ما تحدث أشياء في عالمنا لا يقبلها المنطق أو العقل، يسميها البعض قوى خارقة أو معجزات، وكثيرون لا يؤمنون بذلك. ولكن ما سنعرضه لكم اليوم سوف يغير نظرتكم لتلك الحوادث الخارقة إذا كنتم ممن لا يؤمنون بما يسمى بالمعجزات. ابقوا معنا. نزول الأشباح. في هذا المقطع والذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة في نزل طالبات في ماليزيا، تظهر فتاة يبدو أنه أصابها الملل من فراغ المكان ليلاً، وبدأت تتصفح هاتفها ثم قامت بإجراء مكالمة. ولكن ما حدث لاحقاً لا يمكن للمنطق تفسيره حقاً، فقد تحرك أحد المقاعد مقترباً من الفتاة التي ارتعبت وتراجعت للخلف على الفور وسقطت من شدة الهلع. واستندت الفتاة إلى طاولة بجوار الحائط وحاولت استجماع قواها استعداداً للهرب من غرفة الأشباح تلك، ولكن الأمر لم يكن قد انتهى بعد. فعندما حاولت الفتاة الركض باتجاه الباب، إذا بطاولتين كبيرتين وعدة مقاعد تتحرك جميعها فجأة نحو الباب، مغلقة المخرج الوحيد للفتاة، لتجد نفسها وحيدة في غرفة مغلقة بصحبة القوى الخارقة، ولتواجه المجهول وحدها وهي لا تملك إلا صرخات الاستغاثة لعل أحد يسمعها ويهرع لإنقاذها. شبح المنجم. في منجم مهجور يقع في ولاية نيفادا وهو مغلق منذ عام 1800، قرر مواطن أمريكي يدعى بيلي أن يجرب حظه ويذهب إلى ذلك المنجم الذي تدور حوله القصص المرعبة، وكان ذلك في يوليو من عام 2013. ولكن هذا القرار لم يكن حكيما على الإطلاق، فكما ترون في المقطع يبدو المنجم مرعبا وهو على نفس الوضع منذ 200 عام، ويبدو المكان هادئا للغاية، إلى أن لاحظ بيلي إحدى السلاسل المعلقة في سقف في المنجم على بعد 30 مترا إذا بها تتأرجح بقوة دون أن يلمسها أحد. والغريب أن باقي السلاسل الأخرى ثابتة في أماكنها، وهنا أدرك بيلي أن عليه المغادرة. ولكن في يونيو من العام التالي استجمع بيلي شجاعته وقرر العودة مرة أخرى إلى المنجم، ربما كان ذلك تهورا منه، ولكنه هذه المرة اصطحب اثنين من أصدقائه وذهب مرة أخرى للمكان حيث قرر استكشاف المنجم. مرة أخرى بدا الوضع هادئا ولا توجد صعوبات، غير أن السير كان صعبا بسبب الأرض الرطبة والوحل نتيجة الفيضان الذي قد غمر المنجم. وعلى بعد 300 متر داخل المنجم يمكنك سماع صوت المياه. إلى هنا كل الأمور عادية، إلا أن دبت الحياة في المنجم فجأة وسمع بيلي ورفاقه أصوات عمال وآلات. وهنا أدرك بيلي من جديد أن الفرار هو القرار السليم، والقرار الأفضل هو ألا يعود إلى هنا مرة أخرى. رجل السحاب. في يناير من عام 2016 شهد المبرمج مايك أدونوغو البالغ من العمر 30 عاما ظاهرة مذهلة، ففي أثناء سفره على متن طائرة ركاب وعلى ارتفاع 9000 متر، شاهد الرجل من نافذة الطائرة شخصا عملاقا يمشي على السحاب كما لو كان يمشي على الأرض، والتقط صورة له تم نشرها في صحيفة الديلي ميل في عدد 18 من يناير من نفس العام. وصرح مايك بأنه عندما شاهد ذلك العملاق لم يصرخ أو يثير انتباه الركاب الآخرين، ولكنه قرر التأكد من الأمر وسأل الراكبة بجواره إن كانت ترى شيئا غير عادي، ولكن السيدة أكدت له أنها لم ترى شيئا. ثم قرر على الفور التقاط صور لذلك العملاق، حيث أن الطائرة كانت تمر ببطء فوق السحاب ولم يستغرق الأمر دقيقتين. ويقول البعض أن الذي رآه مايك ما هو إلا انعكاس الضوء نتيجة لاختلاط دخان المصانع بالسحاب، وهذا عكس ما يؤكده مايك. ولا أحد يعلم حتى الآن إذا كان لذلك العملاق وجود حقيقي أم أن ذلك الشيء كما يدعي البعض مجرد انعكاس ضوئي. 10,000 فولت. واقعة غريبة حدثت في ربيع عام 2015 مع القس جون بوستن الذي كان يعيش في ولاية أوهايو، والذي كان متجها إلى المطار بسيارته الخاصة، وفجأة وبدون مقدمات ظهرت سيارة قادمة من الاتجاه المعاكس، وانحرفت سيارة جون عن الطريق أثناء محاولاته تفادي السيارة الأخرى ليصطدم بعمود كهرباء ذي جهد عالي، وانقطع أحد أسلاك الكهرباء ليسقط على سقف السيارة المعدني وهو لا يزال متصلا بالكهرباء بجهد يقدر ب10,000 فولت. بدا الوضع في غاية الخطورة، فالسيارة مشتعلة وأخذت العجلات في الذوبان ناهيك عن اتصال السيارة بسلك الكهرباء،
ولم يكن هناك أي أمل لجون كي يستطيع فتح باب السيارة للخروج منها بسبب حزام الأمان العالق حول جسده. أما ما حدث بعد ذلك فقد كان هو الأغرب من الخيال حقا، حيث ظهر شخص من العدم وقام بفتح باب السيارة المتصل بالكهرباء بكل سهولة وسحب جون لعدة أمتار بعيدا عن مصدر الخطر. ولم تمر ثوان لتنفجر السيارة، وقام الشخص الغريب بتعريف نفسه باسم جوني وقال أن رجال الإنقاذ والشرطة سوف يصلون قريبا، ثم اختفى. وبعد عدة شهور من الحادث خرج جون من المشفى بعد تعافيه تماما، ولم يجدوا رجال الشرطة أي تفسير منطقي للأمر، وقال البعض أنها معجزة حقيقية، فلا يوجد بشر يمكنه فتح باب سيارة متصل بسلك تمر فيه الكهرباء بجهد 10,000 فولت. حادث السيارة. يجب التنويه أن هذا المقطع لم يخضع لأي عمليات مونتاج أو تلاعب، وقد سجلته عدة كاميرات كانت موجودة في نفس مكان الحادث، كما أنه قد تم نشر القصة في صحيفة الديلي ميل البريطانية الشهيرة، وذلك اليوم لا يمكن أن يمحى من ذاكرة الجدة وحفيدها من مدينة أنابوليس البرازيلية، ولا يمكن تفسيره إلا بأنها العناية الإلهية التي أنقذت الطفل. ما حدث هو أنه عندما كانت الجدة وحفيدها يعبران الشارع، فجأة اصطدمت سيارة بسيارة أخرى متوقفة على جانب الطريق لتنجرف الأخيرة صادمة الجدة والطفل ودهسة إياهما تحت العجلات. ولكن الغريب هو أن الطفل ينهض ويقف على قدميه دون أي خدش، كما لو أن شيئا لم يحدث. إنها حقا العناية الإلهية ولا شيء غير ذلك. الحلقة المرعبة. هذا المقطع المسجل في عام 2010 قد حقق مشاهدات كثيرة على موقع يوتيوب، بالإضافة لأكثر من 1,000 تعليق. ففي هذا المقطع يقوم شاب بتقديم حلقته على قناته الخاصة على يوتيوب، وكما ترون كل شيء يبدو عاديا، ولكن في الثانية 15 ينفتح باب إحدى خزائن المطبخ بكل هدوء وبدون أن يلمسه أحد، ومن الواضح أن الشاب لم يشعر بذلك. ثم ينغلق الباب بقوة محدثا ضجيجا عاليا، فيلتف الشاب مفزوعا مما حدث. وقد أثار الفيديو ضجة كبيرة على يوتيوب، البعض ادعى أنه مدبر، وآخرون يعتقدون أنه تم تصوير مقطعين ودمجهما معا، أو ربما كان للشاب زميل له يرتدي قميصا مموها لخداع المشاهدين. فمن الواضح أن لا أحد يريد تصديق أنه ربما يكون شبحا حقيقيا جائعا جاء يبحث عن الطعام. متجر الأرواح الشريرة. في أحد المتاجر الصينية الكبيرة كان هناك فتاة تتسوق، وأثناء ذلك لاحظت سقوط أحد البضائع على الأرض، فقامت بإعادة ما سقط إلى مكانه على الأرفف، ولكن يبدو أن شيئا قد أمسك بيد الفتاة وبدأ جسدها يهتز بشدة كما لو كان مسكونا بالأرواح. وسقطت الفتاة على الأرض وكأنها زومبي أو ما شابه، فقامت فتاة بالجوار بالاقتراب منها في محاولة لمساعدتها، ولكنها تسقط بعيدا مذعورة بسبب حركة مفاجئة من الفتاة. وجاء شاب آخر وشخصان آخران يحاولون جميعا إفاقة الفتاة، ويبدأ الشاب في تلاوة بعض الصلوات ومحاولة إفاقتها دون جدوى. وأخيرا وبعد وقت طويل ومحاولات عديدة استطاعت الفتاة النهوض بمساعدة القريبين منها. المسحة المرعبة. لمعرفة الفرق بين الحقيقي والمزيف نقدم لكم هذا الفيديو حتى لا تنخدعوا بمسحة كتلك إذا تعرضتم لها في يوم من الأيام. هذا الفيديو قد تم تصويره في أحد مقاهي نيويورك، وهو عبارة عن مسحة مرعبة لها علاقة بالتأثير الذهني والأرواح الشريرة، وكما ترون قد تأثر الجميع بذلك وأظهروا تأثرهم في تعبيرات الوجوه المرتعبة من الموقف. شكرا على المشاهدة، واخبرونا في التعليقات أي من تلك الحوادث الغريبة قد أذهلتكم وأثارت إعجابكم أكثر، وأيها تعتقدون أنه حقيقي بالفعل. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة. إلى اللقاء.